أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قلتم إن القرآن لا يوصف بأنه قديم، وإنما كلام الله هو الذي يوصف بالقدم. شيخ الإسلام في اللامية وصف القرآن بأنه القديم فقال إنه القديم المنزل. ما هو صحيح، واللامية لم تثبت أنها شيخ الإسلام. اللامية التي شرح عليها المرداوي لم يثبت أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية. فكلام الله، وشيخ الإسلام هو الذي كرر هذا، يقول كلام الله لا يوصف بأنه قديم. القرآن، يقول القرآن لا يوصف بأنه قديم، نعم، بل يقال إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى مكانتهم عند الله جل وعلا. يجي واحد من الزنادقة، أحسن الله إليكم، اللي يدعون الإسلام ويتهجم على الصحابة